موضوع اليوم البعض راح يحبه والبعض راح يكرهه. مالك راح يحبه، البعض راح يكون معه والبعض راح يكون ضده، فالكل راح يتسأل شو هو الموضوع. شفت عادات بين السويديين بتنقلوها انه كتير لما بده يفوتوا يشتروا من المول. استغربت انا كأول مرة استغربت، بس بعدين تعودت على الامر، بس لحتى الان يعني ما تعودت 100%، بس لساتي عند يعني وجهة نظرهم ايه بس لا. شو هو الموضوع؟ اما السويدي لما يفوت على المول، او معظم الاوروبيين شفتهم خاصة الاسكندنافيين لما يفوتوا على المول ليشتروا شيء او يشتروا اي شيء، مثلا نحن بنشتري 10 كيلو بطاطا، 10 كيلو تفاح، 10 كيلو موز، 10 كيلو بقدونس، منشكل تمام. هنن لا، موزة، خيارة، بندورة، بانجان، حتى عنده البانجان حاطين كل بانجانة بكيس ومغلفينها. يعني انت مثلا اذا عيلة هيك حلبية حابة تساوي محشي مثلا، يعني بانجانة بالكيس ما متوف، يعني بتلاقي فوت بشحر البانجانات كلهم. فاستغربت حتى المول ما بجيب كميات كثيرة، يعني بجيب على قد منطقته. تخيلوا انه المول هذا، المول اللي يكون متوفر له كل شيء، ما بكتر هالكميات الكبيرة، لا كميات قليلة بس بشكل يومي بجيب. فانا الشيء اول شيء كنت انصدمت منه، قلت بخل، يعني هن ليش بخيلين كذا. فبعدين يعني انا كان في عندي نقص معلومات الصراحه، فسالتهم، يعني سالت سويدي انه انتم ليش تشتروا هيك قطع قطع، يعني شو السبب. فقالت لي اذا انا عايشه لحالي مثلا ليش لحتى اشتري اكثر من كميتي. قالت لي انا بشتري مثلا كل يوم بنزل بشتري موزه او موزتين، بس باخذها فريش، يعني انا باخذها انه هي فريش، باخذها احسن ما انه اجيبها وتبيش. فصرت افكر يعني معقول لهد يعني معقول لهالدرجه انه هن قد ايه بهمهم الطعام يكون انه صحي وفريش وهالقصص هي كلها. فاستغربت من الموضوع، قلت يعني ما بعرف، يعني انا ايام معهم وايام لا. يعني حتى اذا اجى عندك ضيف مثلا ما عندك شيء، فهن قالوا لي نحن مثلا مو عيب مثلا لما ما بكون معنا شيء ما بنقدم شيء مثلا، فهمت كيف؟ او باجلوا الموعد او شيء ثاني. فانصدمت من هالمعلومه، يعني نحن متعودين. حتى انا هلا يعني صار لي فتره منيحه بالسويد، رحت هلا اشتريت، يعني اشتريت كميات كبيره. المشكله ما بنحسن، يعني حاولت انه اتاقلم مع عادتهم، بس انه تفتح البراد تلاقي فيه قطعه واحده لا مو زبطه معي. فانتم مع العادات الاوروبيه بهذا الشيء ولا مع العادات العربيه؟ هو مو موضوع بخل، طلع مو موضوع بخل، هو موضوع انه انا اشتري على قد حاجتي. شو رايكم بهالموضوع؟ بتمنى انه تكتبوا لي انتم مع الطرف الاوروبي بهذا الشيء ولا مع الطرف العربي، انه نجيب كميات كبيره ويتم عنا، او انه نجيب قطعه قطعه وعلى قدنا. انا الموضوع يعني بقول انه معهم ومعهم وما معهم، يعني عليهم معهم. فبتمنى انه اسمع وجهه نظركم بهالموضوع، انه كثير مهم هذا الموضوع. تحياتي لكم ونشوفكم على خير بحلقه جديده.